الاوكرانيوم بيرسايتس او الكاب دي البو او الشوبويل، ده يعتبر الإصابة رقم 4. التعريف بتاعها عبارة عن انفلاميشن للبرسة اللي موجودة على الأولكرانيوم بروسيس، اللي لما كان بيتكسر بالتلات هيدز بتوع الترايسبس ماسل كان الحيوان ما بيقدرش يحط وزن على القائمة، وكانت الرجل تبقى أطول من الطبيعي. ده عبارة عن بوني برومنس، وزي ما أخدنا السنة اللي فاتت مع البيرسايتس ان على كل بوني برومننس ربنا بيخس كيس صغير مقفول يبقى فيه كمية من الفلويد، تبقى وظيفتها ان هي يمتص الصدمات. الكيس ده طول ما هو موجود بالحجم الطبيعي مفيش مشكلة، بمجرد ما يبدأ يحصل تروما او يحصل انفكشن مع الريبيت تروما او يحصل ريبيت تروما يبدأ يحصل انفلاميشن في الضرس، بيحصل البرسايت سواء كان اكيوت بيرسايتس او كرونيك بيرسايتس. نرجع للكورس بتاع السنه اللي فاتت نبص عليه. بص الاعراض، نمره واحد هتلاقي فيه سويلنج هيبدا يظهر على الاولكرانيوم بروسيس. الحجم بتاع السويلنج ده بيبقى فاريبل، ممكن يبقى صغير في حجم البيضه، ممكن يبقى كبير في حجم دماغ العيل الصغير تشايلد هيد. السويلنج ده ممكن يبقى سيرس، ممكن يبقى فايبرس، على حسب اذا كان اكيوت ولا كرونيك، على حسب النيتشر بتاعه البيرسايتس. العرج هنا بيبقى غير ملحوظ، وغالبا ما بيبقاش فيه لمس، ما بيبقاش فيه عرج. صاحب الحالة ما بيجيبلكش الحيوان الا علشان المنظر الجمالي بتاع الحيوان، الشكل بس هو البداية، انما لا بداية الحيوان لا في اكل ولا في شرب ولا في حليب ولا في ولادات. اللي بداية بس المنظر بتاع السويلنج اللي موجود على القلب، حتى ما بيعملش ميكانيكال هندرنس للحركة بتاعت المفصل، لان هو موجود ورا المفصل مش قدام المفصل. المفصل هنا بيفتح لقدام، الالبو جوينت بيتني لقدام، السويلنج بيبقى موجود ورا منه، فما بيضايقش الحيوان في فتح المفصل او في قفل المفصل. التشخيص من الهيستوري والكلينيكال ساينس والكلينيكال اكزامينيشن. العلاج، نرجع للبرسايتس. كل طرق العلاج اللي اخدناها في البرسايتس السنه اللي فاتت، من اول ان احنا اذا كانت سرس نسحب الفلويد ونحقن مكان منه ماده ايرتنت تعمل ديستراكشن للساينوفيال ميمبرين اللي موجود على موجود من مبطن البرسة، ان احنا ندهن مراهم اليود على اساس ان هو يعمل ريسوربشن للفلود اللي موجود فيها. وزي ما اتفقنا السنة اللي فاتت معظم طرق العلاج دي ما بتجيبش نتيجة. الحاجتين اللي بيجيبوا نتيجة، اما ان انت تفتح السويلنج ده اذا كان سرس من اوطى نقطة فيه وتبدأ تتعامل معاه زيه زي الابسس، تبدأ تحط درين فتيل وتشيل فتيل بصبغه اليود، يعمل ديستراكشن للسكريتوري ميمبرين اللي من جوه، ينزل مع الفتيل ويبدا يطلع جرانيوليشن تيشو، يعمل اوبليتريشن للبرس. الكلام ده لو كانت سيرس وليها كافيتي تقدر تتعامل معاه، او ان انت تشيلها على بعضيها. يبقى اما ان احنا نفتح من اوطى نقطه او نصفي ونحط فتيل بماده ايرتنز تنشر ايودين 5%، او ان احنا نعمل سيرجيكال اكسيجن. والسيرجيكال اكسيجن هيبقى اعلى شويه في التكاليف، نبدا نخدر دايما يدور حوالين البرسة ونبدا نشيل البرسة من على الاولوكرانيوم بروسيس، تشيلها من جدرها خالص ما تسيبش فيها اي اثر. لو سبت اي جزء من السكريتوري ممبرين هيبدا يعمل برسة مره تانية، هيبدا يعمل كيس تاني ويبدا يعبي مره تانية.